محمد الغنيلي المهاجم الليبي اللي يحمل رقم 29. رقم 9 محمد الغنيمي المهاجم في صفوف المنتخب الليبي. محمد الغنيمي الليبي مهاجم زاخو. هذا الليبي محمد الغنيلي ولاعب دولي لمنتخب ليبيا. الليبي محمد الغنيلي قدم مستويات كبيرة. المهاجم محمد عمر الذي يقدم مستوى مميز إلى الآن. يعلم الطريق وأي أحد يعلم الطريق أكثر من هذا الليبي الذي في لحظة ما ترى هذا الليبي وصل إلى المرمى وإلى الشباك هو محمد عمر. محمد الغنيلي لاعب ممتاز بصراحة، مستوى أكثر من رائع لهذا اللاعب. لاعب محمد عمر الغنيمي اللاعب من ليبيا ظهور ممتاز. هذا محمد الغنيمي ورقة مهمة ومكسب لزاخو. محمد عمر الطاهر الاسم المتوحد صفقة الموسم لزاخو. خطيرة 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 داخل منطقة الجزاء وضاعت.
خطر هذه المرة محاولة من اللاعب عمر النصوري. هي هذه الكرة جول لك خطرة وجميلة لنادي زاخو. محاولة العبور وهذه التمريرة من عمر لمحمد عمر الغنيمي. حيدر هناك بالتقيم لكسيف العاطفي لمعاد تحبيب تتكلم. هذه جول هذه جول. لا 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 ضاعت ضاعت كرة الهدف الأول من المحترف الليبي.
اللاعب الليبي الذي ينشط في فريق مزاخو. يعني من انه مثل يعني عدد من الانديه مثل الاتحاد الليبي وتعاقد معه نادي زاخو من نادي مصر ولاعب دولي لمنتخب ليبيا